الباقي لازم يكون عندنا مجتمع قوي، باش بالرز بالفاكهه بالسهرات اخر اسبوع سعيد، باش الاختبار الحقيقي للجمعيات هذه ما هو شفناه بعد 15 جولاي، ام انه ما ينويه سعيد اتى بالمنتظم السياسي والان اكل حرب المؤجله، جاء وقت الجمعيات الصامته والان سيدمر ما بقي من الناس. ايش رايك؟ اجاوك استاذ حسين اني في جزء من كلام السيد قيس سعيد انا متفق، ولكن ما قاله السيد قيس سعيد هو كلمة حق اريد بها باطل. يعني عندما يستمع له السامع يعمم ويتهم كل الجمعيات العاملة في المجال المدني الحقوقي الانساني الاجتماعي النسائي الطفولة الى غير ذلك، يتهمهم يعني بأنهم متبذخين وأنهم يعبثوا بالأموال وأنهم عملاء عند الخارج وأنهم عملاء. نعم يعني هذا يقول امتداد لقوى خارجية هو امتداد. لا هذا كلام في جزء من كلامه صحيح، أنا متفق معه هو في هذه. أنا مع أولا يعني القانون الجمعيات لابد أن يراجع جذريا، ثانيا أن أي كل إنسان يعني ولا كل مجموعة يكونوا جمعية لابد أن يقوموا بتربص، تربص يعني في التكوين وفي التسيير وفي التمويل وفي الصرف وفي المحاسبة. هم متربصون يا أستاذ عبد، ومش عندهم تربص، هم متربصون، متربصون بالأموال. أنا متفق مع السيد قيس سعيد في بعض النقاط، لأنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من موقفي هذا ونددت سابقا وبعديد الجمعيات وعلى رأسهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكل الجمعيات التي صدعت رؤوسنا بالدفاع عن حقوق الإنسان أنها ساندت الانقلاب منذ البداية ودعمته، ووجوهها ورموزها ساندوا الانقلاب وساندوا سجن المناضلين والمناضلات، ساندوا الإقامة الجبرية لعديد من الشخصيات الوطنية، ساندوا من صمتوا صمتوا مش بيقولوا ساندوا صمتوا. لا سامحني ثم ساندوا صحيح، صمتوا التعبير الدقيقة صمتوا. هو نعم. دورهم أنهم بمجرد تجيهم المعلومة أن إنسان تعرض إلى اضطهاد لابد أنهم يمشولوا، مش تجيهم الشكوى، يلزمهم يمشولوا هما، لأنهم هما بحكم التمويل اللي تحصلوا عليه عندهم الإمكانيات المادية والبشرية باش يعني يوظفوا جيش من الحقوقيين من أجل الدفاع عن الحقوق. هذه متفق مع قيس سعيد فيها 100% 100%، مانيش مختلف معاه، لأنه بالفعل معناه مهما يكون، مهما تكون الضحية، مهما يكون المعتدى عليه، ومهما يكون الذي تعرض للاضطهاد، لابد للمنظمة تحترم نفسها أنها معناها ما غير ما تنظر لوجهه ولا لونه السياسي ولا كذا أن تدافع عليه وتجيب من جانبه، ومن بعد طالب إذا كان هو اللي وقع عليه الاعتداء قام بذنب ولا قام بجرم يعني يتعدى على القانون، يتعدى على أمام القضاء في إطار محاكمة عادلة وقانونية. ولكن المليارات هذه أستاذ عبد الباقي هي محسوبة على التوانسة، هي تمويلات ممتحدة ولا جمعيات كلها من بعد يقول لك هبات تحصلت تونس على كذا كذا، وفي الاخر وين تبات هذه؟ بات في جيب جناح ايديولوجي ولا حزب مسكر على روحه ولا يعطي انخراطات لحد شيء، وحتى تبعات تقع جرائم والاعتداءات يعني جسديه وغيره، يقول والله لم تردنا شكوى، وهذا ثبت حتى الرابطه مع كم احترامنا لمناضليها بعض المناضليها، يقول لا والله ما جاتنا الشكوى، هذاك علاش ما ذكرناش في البيان نتاعنا، هو ياخذ مليارات محسوبه على التوانسه. هذا اللي اختلفوا فيه مع قياده الرابطه اللي هي الرابطه وغيرها، باش ما نحصرش موضوعنا في الرابطه، خاصة الرابطة اللي هي عندها أكثر تمويل واللي هي جمعية تكونت من السبعينات واللي ناضلوا فيها من العديد الوجوه الحقوقية الوطنية معروفة، ولكن يعني دورها أنها أول حاجة ما تكونش ناطقة باسم فصيل أيديولوجي، وبالفعل أن نعتبر الرابطة هي حزب سياسي وليست منظمة حقوقية تدافع على التوانسة بدون تمييز، هي تقوم بالتمييز
يعني مع احترامي لعديد المناضلين فيها، وان شاء الله الان معناها بعد ما شملها القمع معناها تستفيق على نفسها، ولكن عديد الجمعيات الاخرى من نفس من نفس من نفس الفصيله. نعم لكن استاذ حسين، يلزم نستدرك الامر، ويلزم ندافع عن المجتمع المدني، واي دوله تحترم نفسها واي ديمقراطيه واي دوله متقدمه يلزم يكون فيها مجتمع مدني قوي، ولا بد له من التمويل، ولا بد من ان المجتمع المدني يكون عنده اليات المحاسبه الداخليه. يعني انك انت اذا كان مش تكون جمعيه وعندك اموال، سواء كان تجيك اموال داخليه من التبرعات الداخليه او من الانخراطات او من غيره، ولا تجيك اموال من الخارج، لابد يكون فيها تفصيل، ان بلان كونتابل، ان بيلون كونتابل، معناها واضح وجلي، معناها مسنود بوثائق لا يطعن فيها اي احد. هذا ما فيه حتى مشكل. انا اعرف شخصيا جمعيات معناها تخدم لتونس من الخارج. وثم جمعيات، تأكيد كلامك سي عباقي، تفضل، ثم جمعيات غابت فيها الدولة في فترات، في الكورونا وفي حوادث جرجيس وفي بتاع الاعتداءات على الأجانب هذه وغيره، غابت الدولة وما لقينا كانت الجمعيات اللي تعاون بك الآلات هذيك بتاع التنفس وغيره، والدولة بح جمعيات ايش بتسم فيها الآن سيدي؟ والله يا أستاذ أنا البارح امس معناها كانك تتكلم وانت حاضر يعني، نعم، معناها قاع استدعائي الى معناها المؤتمر نتاع جمعيه تونسيه تخدم في الخارج في فرنسا. والله عندما معناها عملوا البيلان يعني التقرير الادبي والمالي نتاعهم، انا مخي حبس، خاصه عندما شفت العمل اللي قدموه والمصادر الاموال نتاعهم 99% كلها توانسه، كلها توانسه عاملين بالخارج. اي نعم، متكفلين ب 480 يتيم لا اللي تبرعوا، وخاصه اللي يسيروا في الجمعيه ما يعرفوش الايتام، تجيهم ملفات ما عند ناس ما يعرفوهاش، يدرسوا ملف ثم يقوموا بتحويل المال، وفي طرف في اطار شفافيه مطلقه وتعرف اللي خاصه الجمعيات اللي في الخارج هنا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا، ناس لله سبيل الله. ال ال الجمعيات اللي موجوده في اوروبا مش هي مراقبه برك، هي عليها 50,000 معناها بروجيكتور. نعم مع التاكيد على الباقي راهو المرسوم التونسي راني يهم، والحديث عن المليارات، الجمعيات التونسيه الناشطه داخل تونس التي تتلقى الاموال من الخارج. سيد قيس سعيد، كلام قيس سعيد معناها قلت كلام حق اريد به باطل، وعندما يسمع ويتسمع منه جزء يعني يتفهم على اساس انه هالمجتمع جمعيات الكل الذي شكر والبحر، وهذا نعم. خطا كبير. الجمعيات التي كونت وبنت مساكن للمواطنين اجتماعيا بعد الثوره بالمئات وبالالاف، عشرات الملايين، عشرات المليارات، الناس ما حطوهاش في جيوبهم. والله انا نعرف ناس المال حتى باش يتنقل هو في جمعيه يتنقل من جيبه باش ما ياخذش من مال الجمعيه، وهذا صدقا وشهاده لله وقدام ربي معناها نتحاسب عليها. يعني مستحيل باش ياخذ مليم من الجمعيه والتنقلات والمصروف والماكله وكذا كذا، ويجري من بلاد من بلاصه لبلاصه، وياخذ التران وياخذ التي جي في وكذا وويسونس وبياج وكذا، نعم، وما يدفعش حتى فرنك. بحيث هذا عندما نسمع كلام قيس سعيد الناس يحكموا ويقولوا هذول كلهم سيئين، وهذا خطا. التعميم في التعميم اليوم، يعني اليوم استاذ، نعم، نحن في حاجه الجمعيات اولا دافع على المفقرين، دافع على المهمشين، دافع على المعذبين، دافع على المضطهدين. اذا كان ما ثماش الدوله مش تغور، وذاك علاش في الدول الديمقراطيه ثم مجتمع مدني قوي، الدوله ما تقدرش تتغور، ونحن في حاجه لهذا. معنا مع تكوين معناها تغيير القانون، ولكن لابد من الحريه في اطار القانون. نعم، نرجع لسي